السلام عليكم ورحمة الله، دكتور خليل السالم معاكم. فقرة سريعة عن الحساسية، وهي أحد أمراض المناعة. فهناك مسببات عديدة، منها الحيوانات، الزهور، العطور، وحتى بعض المأكولات والعدسات اللاصقة. هل هناك حل للحساسية؟ أهم الحلول الابتعاد عن مسبب الحساسية إن وجد. وهناك بعض الأدوية، منها الكورتيزون، وهناك بعض الأدوية التي لا تحتوي على كورتيزون. أحث دائما مرضاي على استخدام البتانول أو الكونجكلير والابتعاد عن الكورتيزون، لأنه قد يضر بالعين. وشكرا لكم لاستماعكم.